في سؤال، انت السنه الاولى من رئاستك كانت التعاقدات ضعيفه، يعني ما كانت ذيك التعاقدات القويه وميزانيه محدوده، يعني الان مشجع لو خيرت بين امرين، بين اني انا كرئيس نادي اضبط ميزانيه النادي والموارد والمصاريف واقدم النادي بشكل مؤسساتي حقيقي بس ما اجيب الدوري، او اني اجيب الدوري واغرق النادي في الديون، يقول مشجع يقول لك انا ماني مساهم في النادي عشان عندي اسهم ترتد لي عوائدها، انا ابغى انبسط. فهل انت كنت ماشي على هذه القاعده ان السنه الاولى نحن ما نبغى نغرق النادي، او انك ورثت وضع مالي كان يحتاج هذه الطريقه من الاداره؟ خلينا نرجع بالذاكره شوي، يعني احنا يمكن مسكنا العصب النصف في الموسم الاول، بمعنى الله يذكره بالخير الامير عبد الرحمن بن مساعد ضخ من جيبه الخاص اموال يعني كثيره جدا، طلع في لقاء شهير وذكر انه انا ما عندي مانع اترك النادي اذا في احد بيتحمل الـ 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 الارقام، وذكر الرقم يمكن ناسيها انا الان، لكن ذكر رقم كبير كان موجود، فاللي بيتحمله بالعكس يعني انا اقول، وكان منتهى يعني منتهى الوضوح، يعني مو انه رئيس بعده جاء وقال لقينا عليك كذا وكذا وكذا، لا هو جاء وقال الرقم الفلاني. احنا استلمنا النادي وطلع بيان ترى في نهايه السنه بنهايه الموسم الاول، بيان انا اعتبره كان بيان يعني مهم جدا، اللي هو ذكر فيه كل القضايا اللي كانت على نادي الهلال وش اللي تم تسديدها بعشرات الملايين، كل اللي تم تسديده. الامير عبد الرحمن الله يذكره بالخير، هذا البيان بيان اي بيان 77 مليون اي، فالبيان هذا كان الحقيقه بدايه انطلاقتنا في الموسم اللي بعده ايضا، لانه الامير عبد الرحمن صرف زي ما قلت لك كثير من احنا بعد ترى من حظنا، احنا جينا للنادي عقود اللاعبين السعوديين كلها ساريه ما عندك تجديدات، لا يعني في خصوصا في السنه الاولى كانت كل عقود اللاعبين السعوديين ساريه، وهذا نتاج عمل اداره الامير عبد الرحمن، خصوصا ترى انا اخر سنتين ماني مع الامير عبد الرحمن، يعني فكانت السنتين هذيك يمكن ما كنت اعرف التفاصيل فيها. ولكن الامر الاخر الامير عبد الرحمن عمل عقد صله في وقت ادارته في السنه الاخيره من وقت ادارته، يعني يمكن حتى في الوقت الاخير من الاداره ما اعرف في السنه الاخيره ايضا في السنه الاخيره، ترى هو الامير عبد الرحمن ما حصل نتائج صله، احنا اللي حصلناها. يعني هو عمل عقد صله بس احنا اللي حصلنا، هو زرع وانتم حصدت، احنا اخذنا نتائج عقد صله من 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 اداره الامير عبد الرحمن. ف ومع ذلك ظهر وبكل وضوح وقال هذه المبالغ اللي على نادي الهلال في ذاك الوقت، واحنا حاولنا نساهم قدر المستطاع. اللاعبين اللي جبناهم كان في لاعبين اجانب عندنا مدافعين، ديغاو واللاعب الكوري، وكان دونيس المدرب. دونيس جاء في فتره محمد الحميداني الله يذكره بالخير فتره التكليف، واجتماع اعضاء الشرف اللي انا تشرفت فيه يعني بثقه اعضاء الشرف اني اكون رئيس نادي الهلال، حصل تصويت هل يغير الجهاز الفني ام يبقى، فكان تقريبا شبه اجماع انه يبقى المدرب والجهاز الفني، وعملنا على هالاساس. وانا كنت الحقيقه ما كنت ابغى يعني تعاقدات كثيره عشان نخلص الامور اللي علينا، حقوق لاعبين سعوديين لازم تراعي اللاعب السعودي ايضا، انك ما تجيب لاعبين وتقول يا اخي انا ما اعطيتك فلوسك الى الان وقاعد اجيب لاعبين. اللاعب ترى ما ينظر، هو عضو شرف، وانت يا الاداره استطعت انك تدبر اموال عشان تجيب فيها لاعبين من برا وتستغني فيها عن اللاعبين وتعمل مخالصات، طب اعطني حقي اول. كانت هذه الاولويه عندي. بعض اعضاء الشرف ما ابغى اقول اسمائهم، لكن بعض اعضاء الشرف كانوا يقولوا لي نبغى نجيب مثلا لاعب محلي، نبغى نجيب اللاعب الفلاني، اقول لهم لا الله يجزاكم خير، تبون تدفعون ادفعون خلص الامور اللي علينا، وكانوا يستجيبون يعني ما ربطوها ايضا زي ما اقول لك انه طب ما ندخل في اسماء اعضاء الشرف، ممكن نعرف اللعيبه اللي كانوا يقترحونهم بغض النظر اكيد يعني اعتزلوا الحين ولا لا؟ لا والله في لاعب انا اذكره الان هو موجود في الهلال، بس في السنه الاولى ما قدرنا نسوي شيء، كنو يعني كان احد اعضاء الشرف متحمس جدا انه نجيب كنو، فقلت له انا بالعكس كنو اتمناه في نادي الهلال، بالتاكيد اتمناه، بس خلينا اول شيء نخلص اللاعبين اللي عندنا. مش احمد بن سلطان طبعا؟ لا والله مو احمد، لا والله انا بقول اسمه هو بيزعل علي، الامير سعود بن سلطان. فالامير سعود بدال يعني الامير سعود دعم فعلا لما قلت له هذا الكلام، ما يعني مو هو من النوع اللي زعل مثلا وقال لا لابد ان احنا وطبعا الامير احمد ساهم في موضوع كنو ساهم، لكن اقصد المحاوره هذه كانت بيني وبين الامير سعود الله يذكره بالخير، بالعكس قال لا تصرفكم صحيح وانا معكم فيه. انا انت بس لحظه وليد، انت قلت على النقطه هذه المهمه اللي حكايه كيف قننا الامور. كان عندنا لاعبين اجنبيين بقيناهم كواكو ديغاو اللاعب الكوري، واستطعنا قلت المدرب وقتها انا عندي استطاعه اني اجيب لاعب سوبر ستار نشتريه من ناديه، ولاعب اخر
لازم يكون لاعب انتقال حر، ما استطيع اني ادفع الناديين في ذاك الوقت، يعني ميزانيه معينه. فكان اللاعب عرضنا عليه ادواردو، بالتاكيد وافق عليه بالبدايه، على طول وافق عليه، يعرف اللاعب ووافق عليه. واللاعب الاخر كان الميدا انتقال حر، وانا اعتبر الميدا، يعني في ناس يمكن يختلفون معي وفي ناس ايضا يتفقون معي، انه لاعب كان ممتاز انا برايي الشخصي. فاستطعنا الموسم هذاك لو تتذكر ترى اخذنا السوبر واخذنا كاس ولي العهد والثاني في الدوري ولعبنا نصف نهائي كاس اسيا. بس انا قلت بعدها انه هذا مو طموح جمهور الهلال، واعتذر عن التقصير. والتصريح حقي الشهير اللي حور اني انا اهدد اعضاء الشرف، طبعا كلام فاضي، ما يعني التصريح موجود وسبق انه اذيع عده مرات، ما كان في لا اي تهديد ولا شيء. انا قلت ما استطعت اني ارضي جمهور الهلال، اتمنى انه رئيسي كم يعني يرشح رئيسي يكمل معي الفتره، يعرف مداخيل النادي، مصاريف النادي، وضع النادي، ويستلم النادي بعدنا. لا قلت والله اعضاء الشرف ما ادفعه، ولا قلت، ما قلت هالكلام كله، لكن بما معناته انه انا ما استطعت كاداره، ما استطعنا انه نرضي الجمهور، ومع اننا محققين بطولتين. تخيل انت نادي اخر محقق بطولتين، اي نادي يعني بغض النظر، اكيد انه بيكون انجاز له. الا الهلالي، جمهور الهلال يطمح بالمزيد، وترى هذا يشجعنا على العمل، يعني مو هذا شيئين، هذا يشجعنا على العمل اكثر. طيب موضوع ادواردو، انت كيف جبت لاعب مسجل 10 اهداف في موسم، 5 منهم في موسم واحد، كان المخاطره اختياره؟ لا هو ادواردو ما جبناه ترى، يعني ادواردو ما شاء الله عليه، يعني ادواردو انا احبه فعلا كلاعب. ادواردو اصبح هداف في الهلال لانه هو المهاجم رقم 2، او يعني خلينا نقول يعني خلف المهاجم كان يلعب، وحقق اهداف كثيره في نادي الهلال. ادواردو جاء كلاعب قيمته الحقيقه كان في منافسه عليه من انديه اوروبيه، ولاعب كان مهم، وفق كثيرا مع نادي الهلال، وكعلامه فارقه في تاريخ نادي الهلال من ناحيه اللعيبه الاجانب، يعني اذكر 4 أو 5 اكيد ادواردو منهم، بالتاكيد منهم. فالميدا انا جبناه لانه كان راس حربه، وانا اذكر حتى كلمه ادواردو لي، واللي نفعني انا في الموسم الاول حتى مع الجمهور الهلال، ونفعني كثير داخل الملعب، لكن في اشياء يمكن المدربين اللاعبين يشعرون فيها، الميدا، تحركات الميدا خلت ادواردو يسجل اكثر، يعني في اشياء داخل الملعب. رحيل ادواردو كان غلطه؟ ما، لا انا ما اقدر اقول غلطه، لانه في اداره، في جهاز فني، عرفت، مقيمه للوضع كامل، منهم اللاعبين اللي موجودين، بعدين في امور ماليه، يعني تجديد مع لاعب، تجديد عقد مع لاعب، عرفت، او عمل مخالصه مع لاعب اخر. هو الهلال عرض عليه اعتقد موسم، وهو طلب مده اطول. لا خليني انا اقول لك، انا والله ما اعرف، يعني انا اقول لك هذا الامر متروك للاداره الحاليه، وهم تحت بالتاكيد انهم ثقه، يعني يحظون بثقه الجميع، لكن انا اقول لك اياها لو انا مثلا كنت موجود، خلي احسبها لك اياها من ناحيه ماليه. عندي لاعب ابعمل له مخالصه تقريبا يلعب في مركز ادواردو، المخالصه دي كان حتكلفني، وادواردو منتهي عقده ما حيكلفني شيء، يا يجدد مثلا بسعر او بمبلغ، احكي لك اياها حسبه الان ماليه، فاكيد انه الحسبه الاخرى هي الافضل، اذا خصوصا اذا كان مثلا جاء لاعب في مكانه، او في لاعب يغطي المكان اللي هو موجود فيه، بتكون مكلفه جدا، اللي هي عمل مخالصه وتجديد عقد، بينما استمرار لاعب بدون مخالصه هو لاعب مجدي، يعني سواء كان جوفينكو، او جوفينكو اللي كان موجود يعني وقتها حتى قبل لا يجيبوا فيتو، لما اظن قرروا الاستغناء ويعني عدم تجديد لادواردو. انا ما اعرف طلبات اللاعب، قد تكون يمكن له طلبات كانت بالنسبه للاداره انه مبالغ فيها. طيب انت